يلا يعني طلاب، هسه محاضرة الهرمونات الفيديو الأول. أول شيء concept of hormone، مفهوم الهرمون. طبعا الهرمونات هي chemical، مواد كيميائية responsible، مسؤولة على controlling، السيطرة والregulation وتنظيم الactivities، النشاطات. واضح؟ تمام. of certain cell، يعني بخلايا معينة. these hormones، هذه الهرمونات secreted، يتم إفرازها by ductless gland، غدد بدون أوعية أو بدون قنوات. ductless يعني بدون قنوات، gland غدد. هاي جدا مهمة، إنه لأن هي صماء فبدون قنوات، ما تفرز بقنوات قبل للدم. خوش. تعرف بالإندوكراين جلاند، الغدد الصماء، الإندوكراين جلاند. واضح؟ خوش. بعدين إيش عندنا هما؟ وهنا ما عندنا شيء. خوش. هنا شقلك signal molecules، الإشارات الجزيئية are different type، نوع مختلف. بروسز عملية، شوف هنا بروسز عملية transferring the signal، سفر ال transferring نقل signal الإشارة. هاي العملية ما نقل الإشارة into cell إلى الخلايا، شو نسميها killed، تسمى هاي العملية signal transduction. تمام؟ اللي هي إرسال الإشارات. تمام. There are two type of cell، هنالك نوعين من الخلايا. النوع الأول نسميه سندر سيل، الخلايا المرسلة للإشارة. تمام. اللي هي signal originates، اللي هي تنشئن الإشارة. originates يعني تنشئ. تمام. and target cell، وخلايا الهدف أو المستهدفة أو اللي راح تروح لها الإشارة، شو اسمها؟ اسمها receive، المستلمة. تمام. المرسلة والمستلمة. واضح؟ خوش. هناش عندنا، عندنا there are type، أنواع الإشارات، the type of signals، أنواع الإشارات. النوع الأول اسمه الأوتوكراين، اللي هي الإشارات الذاتية. هاي الإشارات أكر تحدث وين؟ حينما same cell، نفس الخلية أكت تعمل كسندر، كمرسل ورسبنت ومستقبل. يعني الخلية نفسها هي مرسل وهي مستقبل. واضح؟ شوف هذا الخلية، هذا طلع منها، طب الخلية منها، طلع منها، طب الخلية منها، فمرسل ومستقبل. واضح؟ هذا ريسبتر وهذا السندر المرسل. تمام. النوع الثاني اسمه الباراكراين سيجنال. هاي شبيهة، هاي لوكال ميدييتر. تمام. ميدييتر اللي هو الهرمون نفسه، الوسائط لوكال موضعية، which الذي have their effect، تمتلك تأثير. effect يعني تأثير. near the site of secretion، قرب موقع الإفراز. near قرب، site موقع، secretion الإفراز، يعني هذا راح تأثر، تفرز بنفس مكانها. تمام. اللي هي بي، وتأثر على الموقع القريب عليها. تمام. قرب موقع الإفراز. تمام. خوش. هاي خلص، نقلب برا، نقلب برا. هناش عندنا، عندنا الجكسترا كراين سيجنال. هاي أكر وين تو تيب، نوعين أوفسير من الخلايا adjacent to each other، اللي هن متجاورات. adjacent يعني متجاور، أنا طبعا ما أعرفه. adjacent يعني متجاورة. to each other لبعضها البعض، each other يعني بعض، يعني هنا أنا بين خلايا متجاورة. تمام. الإندوكراين سيجنال الداخلية between، بين سيلز، خلايا located موضوعة distance، بمسافة from each other، مع عن بعضهم البعض، يعني بنات المسافة طريق. خوش. خوش. تمام. and هاي خلص انتهى الموضوع. وين نجي هسه؟ تعال وين نجي؟ نجي لهنا. شنو هذا هنا؟ اللي هو الثلاموس بروديوز ينتج تو تيب اوف اندوكراين فاكتور، فاكتور عوامل الاندوكراين، الغدد الصماء. تو تيب اثنين يعني هذا الهايبوثلاموس اللي هو تحت المهاد، راح ينتج لنا عاملين للغدد الصماء. العامل الاول اسمه النيورو بيبتايد، اللي هي الببتيدات العصبيه تحت المهاديه. تمام. ذيس هذه نيورو هرمونز، هرمونات عصبيه، نيورو عصب، هرمونز هرمونات. شبيهه مثل من انتي دايريتك، اللي هي مضادات للمدررات، هرمون، هرمونات مضاده للمدررات، الاي دي اتش. ومنو بعد مثال ثاني؟ اوكسيتوسين. تمام. هذين حفظ، ذني نحفظهم فيناتهم. وريليزنج المطلقات او الاطلاقيات، ذا ريليزنج فاكتور، فاكتور عوامل ريليزنج الاطلاق، عوامل الاطلاق اللي هن النيورو سكريشن، افرازات عصبيه سينثسد مخلقه ان ذا هايبوثلاموس، يعني بالهايبوثلاموس. اند ريليز، يتم اطلاق ذرو خلال الهايبوثلاميك باي تويتري. تمام. اللي هي الغده النخاميه، بورال سكريشن اللي هي الغده النخاميه البوابيه، هاي البوابه مال الغده النخاميه للسكريشن لمجرى الدم. واضح؟ خلاص هذا الجو راح بالفيديو الثاني.